السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نطالع فيه أبرز ما عنونته الصحف والمواقع الإلكترونية من عناوين، وأيضا أبرز ما طرحته من قضايا نناقشها مع ضيوفي الكرام. لكن قبل ذلك دعونا نذهب إلى هذه الجولة السريعة مع أبرز ما عنونت الصحف والمواقع الإلكترونية به من عناوين. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: الكوليرا مجددا في أبيان، 9 وفيات و650 إصابة. البيت الأبيض: ترامب أبلغ الكونغرس بنشر عسكريين أمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وداعش. حملة حقوقية عربية ودولية لكشف جرائم إيران وميليشياتها الإرهابية. ميليشيات الحوثي تقصف قرى ومزارع الجاح في الحديدة أثناء توزيع المساعدات الإغاثية. وكالة 2 ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: أحمد علي عبد الله صالح يعزي في وفاة اللواء الكبسي. المقاومة الوطنية تستأنف برنامجها الإنساني لإغاثة أهل المديريات. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: الحديدة شاحنات تنقل أسلحة وعتادا للحوثيين إلى الربصة، و7 يوليو. اقتصاديون: لا شيء ينمو تحت يد الحوثي سوى الفقر والبطالة وأعداد الجياع. ألغام الميليشيات وندرة المياه وارتفاع سعر الديزل تحول الجروبة بريف المخا إلى صحراء قاحلة. مخاوف من مخاطر بيئية للمنخفض الجوي على حضرموت. قصف حوثي على قرى الجاح جنوب الحديدة خلال توزيع الإغاثات. عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية: ترامب يبلغ الكونغرس بنشر قوات أمريكية في اليمن. من جديد: الكوليرا تلاحق الجياع والنازحين. عمل إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها السعودي. العثور على متفجرات وعبوات ناسفة زرعت ميليشيا الحوثي في حجر الضالع. خبراء استراتيجيون: يجب تحريك جبهة القتال ضد الحوثيين بالتوازي. الصحافة اليمنية: معاناة مستمرة. مجلس الأمن يؤكد أن هجمات الحوثيين تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي في المملكة. الأيام أوردت العناوين التالية: الأمم المتحدة ماضية مع الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. قوات من مأرب تنتشر في عسيلان. البنك المركزي يعتمد شركة عالمية لتدقيق حساباته. الحياة طالعتنا بالعناوين التالية: التحالف عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي. المالكي إسقاط طائرتين مسيرتين باتجاه خميس مشيط. الشرق الأوسط: أمين العام للمنظمة ومساعدته تعهدا لهادي بمتابعة مباشرة لخطوات السلام في اليمن. الأمم المتحدة تقدم ضمانات بالتزام مبعوثها تنفيذ اتفاق الحديدة. غموض يلف استقالة اليماني وتكهنات حول خلفه المحتمل. السعودية تعترض طائرتي درون أطلقها المتمردون. انكسارات للإنقلابيين في الضالع واشتداد المعارك في حجة وصعدة. البيان طلعتنا بالعناوين التالية: حالات مصابي مطار أبها تتراوح بين متوسطة وخفيفة. ضمانات أممية تنهي أزمة جريفيث مع الشرعية. إذا رحب مجلس الأمن عبر بيان صادر له بالإجماع بعزم جريفيث على مواصلة العمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق نحو استكمال المفاوضات واستكمال اتفاق ستوكهولم. كما أيضا ربما هناك تداول لمعلومات أن الأمم المتحدة قدمت ضمانات للشرعية عبر وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية في زيارتها إلى الرياض باستكمال جريفيث لدوره كوسيط وأيضا كحيادية. لكن ربما اليمنيون استقبلوا هذا البيان بلا اهتمام ولا اكتراث لما سيخرج منه. ربما موضوعهم ومع البيانات الصادرة من مجلس الأمن هي كثيرة ومتعددة، ويسمعون جعجعة ولا يروا طحينة، وربما لديهم قناعة بأن الحل لن يأتي من الأمم المتحدة، فيتساءل سائل متى حلت الأمم المتحدة قضية في الشرق الأوسط أو في أمتنا العربية. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيوفي هذا اليوم الأستاذة الصحفية هند الضاوي، وهي صحيفة متخصصة بالشأن العربي في صحيفة الأهرام المصرية،
وأيضا عبر الهاتف علي البوكالي وكيل وزارة الثقافة وأيضا هو كاتب ومحلل سياسي. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. لو بدأت معك أستاذة هند من تساؤل السائل، متى حلت الأمم المتحدة قضية في الشرق الأوسط وفي وطننا أو في دولنا العربية؟ يعني أعتقد منذ عملي في هذا المجال منذ 11 عام لم أشاهد أو أتابع أن هناك قضية، يعني سواء كانت عربية أو غير عربية، تم حلها أو التغلب عليها من خلال الأمم المتحدة أو حتى من خلال مجلس الأمن. ولكن هناك قرارات كانت مصيرية اتخذها مجلس الأمن وكانت ليست في صالح العرب، يعني كما حدث في ليبيا على سبيل المثال والتدخل العسكري، كما حدث في العراق من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أفغانستان. أما بالنسبة للحل السياسي، أعتقد أن الأمم المتحدة بسبب يعني سيطرة بعض القوى العظمى مثل مثلا بريطانيا، فرنسا، أمريكا، غيرها على هذه المنظمة، وبالتالي إخضاعها لأجندة الدول الغربية وليس العكس. فهذا الأمر أعتقد أنه يعني مستبعد أن تقوم الأمم المتحدة بحل أي قضية سواء كانت في اليمن أو حتى في سوريا أو حتى السودان أو غيرها. ولكن يعني المفروض أن يكون هناك دور عربي، هذا ما يجب أن نعول عليه، أن يكون هناك موقف عربي على الأقل موحد وحيادي يستطيع حل الأزمة اليمنية بين الأطراف المتصارعة أو المتعددة حاليا داخل اليمن. لو انتقلت إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي البوكالي، ربما سمعت إلى ضيفتي في الاستوديو وهي تقول بأنها لم تشاهد خلال السنوات الماضية لها أي حل للأمم المتحدة لأي قضية في العالم، فلماذا يراهن اليمنيون أو نقل أساس اليمنيين على الأمم المتحدة؟ يبدو أن الاتصال ليس جاهزا. أستاذة، ربما أنت قرأتي أستاذة هند البيان الذي صدر عن مجلس الأمن وكان بالإجماع شدد دعمه لجريفيث رغم كل المطالبات بتغييره، سواء حملة شعبية أو حتى مجلس النواب الذي وجه بربما التعامل مع الأمم المتحدة وتغيير جريفيث ومطالبته بتغيير جريفيث، ومن ثم رسالة الرئاسة اليمنية إلى الأمم المتحدة. اليوم يجددون الثقة بجريفيث ويدعمون كل ما يقوم به. يعني أعتقد منذ أن جاء جريفيث كمبعوث أممي لليمن، يعني ناله انتقادات كثيرة ومن أطراف متعددة وليس فقط طرف الحكومة، يعني على وقع الرسالة التي تقدم بها الرئيس عبد الهادي الرئيس اليمني إلى الأمم المتحدة، يشتكي فيها من عدم حيادية جريفيث وأنه يشرع للقوات الحوثية. ولكن فكرة يعني قرار أو بيان مجلس الأمن أمس، أعتقد أنه يؤكد أن الدول الكبرى لن تتنازل عن المشروع الأممي داخل اليمن، فهي تحمل رسالة أن يعني ما زال هناك موقف دولي داعم لجريفيث وخطة الأمم المتحدة، ولن تسمح بأن يكون هناك يعني نيل من هذه المهمة أو حتى يعني في الأفق تغيير مبعوث أممي جديد كما حدث مرارا في الأزمة اليمنية على سبيل المثال. ولكن الفكرة أن البيان جاء إلى حد كبير حيادي، يعني أعتقد يعني فكرة أنه تم التصويت عليه بالإجماع، يعني ما يعني ذلك أن هناك الدول الداعمة الحل السياسي وأيضا الدول التي المتواجدة في التحالف العربي داخل اليمن أيضا صوتت عليه. ولكن أعتقد أن هذه المؤامرة جاءت بناء أو بالاتفاق أو تم إرضاء الخليج من خلال أنه كان هناك بنود تنص على إدانة الأفعال الحوثية سواء كانت في مضخات أو استهداف مضخات النفط في السعودية وأيضا استهداف ناقلات النفط في ميناء الفجيرة. هذا الأمر يعني يؤكد أن هناك رسالة قوية أراد الدول الكبرى تحديدا، ولن نقول مجلس الأمن لأن مجلس الأمن مثله مثل الأمم المتحدة خاضع لأجندات الدول الكبرى، تقول لأطراف الصراع كافة أنها في المرحلة الحالية على يعني على أبسط يعني وجه أنها لن تتنازل عن جريفيث ولن يتكرر ما حدث من قبل أن هناك سيكون تغيير مبعوث أممي. أعتقد أن الأزمة الحقيقية في اليمن ليست هي يعني مبعوث أممي أو غيري، لأن اختلفنا أو اتفقنا على مهمة المبعوث الأممي، ولكن لا نختلف أن هناك أزمة حقيقية بين اليمنيين وأنفسهم. لا يوجد حتى يعني نقاط التقاء، ولا نعلم يعني من الذي سيتنازل حتى يتم الدفع بعملية السلام. كل طرف متمسك بموقفه، لابد أن يكون هناك حل داخلية
للأوضاع. ولذلك أعتقد أن تعويل اليمنيين على المنظمات الأممية أو حتى على القوى الخارجية أثبت فشله مرارا وتكرارا في عدة سنوات، وبالتالي أعتقد أن يجب أن يكون هناك صوت عاقل داخل اليمن، ليس محسوبا على الحوثيين وليس محسوبا أيضا على الحكومة الشرعية، يتوسط في يعني نقاشات أو مباحثات داخلية تستطيع من خلالها اليمن لملمة الجراح وطرد كافة القوى الأجنبية المتحكمة حاليا في اليمن. ربما يبدو ذلك صعبا وصعب المنال في الوقت الحاضر. أعود إلى ضيفي الأستاذ علي البوكالي الكاتب والمحلل السياسي. يقول البيان الصادر يوم أمس بأن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا تقدم في العملية ربما المشاورات السلام في اليمن، خاصة في الشأن المتعلق بالحديدة، وأنهم ربما شبه راضين على إنهاء المراحل الأولى من ذلك. عن أي تقدم يتحدث أولئك؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة اليمن اليوم. بالنسبة لمجلس الأمن الدولي هو يبني على ما رفع إليه من تقارير عبر المبعوث الأممي جريفيث، والمبعوث الأممي هو يحاول أن يطور ما تم في الحديدة من يعني أعمال إرهابية الجانب من قبل الحوثيين على أنها نجاحات يعني أنجزها في المراحل السابقة، وحقيقة الأمر هي ليست نجاحات لأنها إجراءات من جهة واحدة، يعني الحوثيون سلموا لأنفسهم أو بالأصح يعني بدلوا مواقعهم ودوروها فيما بينهم، ولم يحدث شيء من التقدم، لا لم ينسحبوا من الموانئ ولم ينسحبوا من المدينة كما هو مقرر في بنود اتفاقية ستوكهولم. لكن تمت مشكلة حقيقية هنا، وهي أنه هذه المشكلة تتمثل في يعني عدم قدرة الشرعية على حسم الأمور عسكريا على الميدان في عدة جبهات. هذا المراوحة التي يعني أبقت اليمن بين كفتي صراع ليس فيها غالب ولا مغلوب، يعني تدفع او تجعل للامم المتحده منفذ يعني للاحتجاج على الاطراف اليمنيه وخاصه على الشرعيه، لانها لا تستطيع ان تنفذ الا الشرعيه لا تستطيع ان تضغط الا عليها، لان الميليشيا الحوثيه لا تستطيع الامم المتحده ان تضغط عليها وانما تاخذ منها ما جاء. بالتالي لانه ليس هناك غالب ومغلوب تحاول الامم المتحده ان تخرج بأدنى حلول سياسية، ولو كانت هذه الحلول السياسية تصب في صالح الميليشيا الحوثية، المهم أن تقول أن هناك إنجاز في الملف اليمني. ربما أستاذ علي كان طرح حتى الرسالة المقدمة من الرئاسة اليمنية هي ربما أن هناك إصرار من قبل قريفيث على ربما الموازاة بين الشرعية وسلطة الانقلاب واعتبارها سلطة أمر واقع. هذا الخطأ تم اتخاذه والإقدام عليه في ستوكهولم ذاتها في أثناء المشاورات، يعني كان الخطأ لدى وفد الشرعية ولدى جريفيث، جرجر وفد الشرعية إلى أن يكون يعني ثنائي مع وفد الحوثيين وأن يتم الاتفاق على الطرفين، أو تسمى في بنود الاتفاق نفسها تم الشرعية طرف وتم الحوثيين طرف آخر، ووصف الصراع بأنه بين أطراف، ولم يسمي حتى الشرعية بمسماها كشرعية دستورية وشرعية قانونية، وإنما سماها طرف. وهذا الخطأ كان يعني ربما بدون قصد يعني أو بنية حسنة من قبل وفد الشرعية الذي شارك في اتفاق ستوكهولم، وربما كان هذا الوفد قد أعطي تطمينات كما تعطي الآن الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثتها التي هي المساعدة للأمين العام، كما تعطي تطمينات للرئيس هادي والحكومة الشرعية الآن بأن هناك التزام بالمرجعيات الثلاث، وأن المبعوث الأممي لن يحدث اختراقات أو اتفاقات إرهابية الجانب، وأنه سيلتزم بالمرجعيات.
لكن في حقيقة الأمر هذه التضمينات تذهب هباء منثورا، لأنك لا تستطيع أن تمسك منها شيء. مساواة الشرعية بالحوثيين في مسمى الاتفاقات الدولية في ستوكهولم وما تبع ستوكهولم هو كان بداية الانحراف الحقيقية التي حذرنا منها في حينها، لأن هذا الانحراف في تسمية المصطلحات أدى إلى انحراف في الخطوات نفسها، لأن المبعوث الأممي تعامل مع الحوثيين كطرف مشروع مثله مثل الشرعية تماما، وصار يتخذ إجراءات على قدم المساواة بين الأطراف، مع أنه يعني ليس من المعقول بتاتا أن تسلم الموانئ والمدينة للجيش الحوثي، وليس من المعقول بتاتا أن يساوي حتى في الانسحاب من الحديدة بين الميليشيا الحوثية وبين الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية تمثل الشعب اليمني أساسا. إذا لم يكن للشعب اليمني من يمثل، لكن لماذا يتم لوم جريفيث الآن على هذه الخطوات ما دام وفد الشرعية في ستوكهولم قد وقع على هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق ينص على مساواة بين الحوثيين وبين الحكومة الشرعية؟ أنا أقول الخطأ هنا هو خطأ تواجر الشرعية، خطأ لجنة الشرعية في البداية، لأنه هناك إشكالية لدى الشرعية أنها لا تعتمد على التواجر المؤهلة سياسيا وقانونيا في إدارة الحوار مع الميليشيا الحوثية، تعتمد أحيانا على مشائخ، يعني على نخب سياسية لا تعي في المسائل القانونية، خاصة في مسائل القانون الدولي ولا في مسائل الحوار ولا في مسائل، فيحدث من هذه الأخطاء. ربما هذا خطأ كارثي أستاذ علي، ليس خطأ بسيطا، ولا يمكن بعد ذلك أن توقع عليه وثم تطالب الآخرين لماذا يتعاملون بهذا الشكل. أعود إلى ضيفتي الأستاذة هند، ربما استمعت إلى ضيفي الأستاذ علي وهو يتحدث أن ربما الوفد المفاوض للشرعية المتمثل في اليماني وزير الخارجية آنذاك المستقيل الآن قد أخطأ ووقع على اتفاق ينص على الموازاة بينه أو المساواة بين وفد الشرعية والحوثيين ويسميهم بأطراف. هل يعقل في أي مفاوضات أن يوقع وفد هناك في على التفاوض دون العودة إلى ربما الشؤون التي أكبر منه، الدوائر التي أكبر منه كالرئاسة وغيرها، ثم أن عموما الشرعية هذه هي مرتبطة أصلا بدول أكثر اسمها التحالف العربي، فهل يعقل مرت مثل هذه الخديعة على الكل على الجميع؟ يعني أعتقد أن يعني قبل حتى الذهاب أو حتى التوقيع على اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية وما بين الحوثيين، مجرد قبول الشرعية أنها تجلس مع الحوثيين على طاولة المفاوضات، يعني ذلك اعتراف ضمني بأن هذا طرف يعني موجود وله أرض داخل اليمن، وأنت تسعى للتفاوض معه أو هو يسعى للتفاوض معك على الوصول لصيغة توافقية. أقصد بذلك أن مجرد الذهاب يعني أو ذهاب الطرفين إلى السويد، يعني ذلك اعتراف كل منهم بالطرف الآخر بأنه منافس له أو يعني جبهة أخرى داخل اليمن. أما بالنسبة لما تم الاتفاق عليه في السويد، أعتقد أن هذه يعني أو هذه المشكلات التي يعني تحدثت أو حدثت بسبب يعني أن هناك محاور فضفاضة تسبب فيها جريفيث تحديدا، لأن هناك محاور يعني تم الاتفاق عليها وحين تدخلت يعني الجهات سواء كان الحوثيين أو حتى الشرعية يسألون عن تفاصيل حول هذه المحاور أو الخطوط العريضة، كان يقول جريفيث أن سيتم مناقشتها تفصيليا في الجولة القادمة سواء كانت ستتم في الكويت أو حتى في الأردن، وهذا ما أدى في النهاية إلى عدم يعني الخروج بنتائج ملموسة، وأيضا استطاع الطرف الحوثي التلاعب في فكرة تسليم ميناء الحديدة ببنود هذا الاتفاق، وأن لا يوجد تفسير أو لا يوجد ذكر في اتفاق السويد تحديدا على الجهة التي ستتسلم الحديدة بعد تسليم الحوثيين لهذه الجهة. أعتقد هذا الأمر خطأ يعني متكامل ارتكبه الحكومة الشرعية وارتكبه جريفيث، وأيضا استطاع يعني أن يستغله الطرف الآخر اللي هو الحوثيين بأن هناك يعني بنود يعني مجهلة أو تم تجهيلها عمدا لحتى يعني يستطيع طرف يعني دون آخر أن يحقق مكاسب على الأرض. ولكن الفكرة أو التساؤل الآن، لماذا يعني لم يعلن الحكومة الشرعية يعني انسحابها التام من هذه المفاوضات ورفضها لاتفاق
اتفاق السويد وما جاء فيه وكذلك يعني ولديهم يعني اسبابهم ان الحوثيين رفضوا مرارا او تلاعبوا مرارا بفكره تسليم ميناء الحديده. اعتقد ان الاستمرار حتى الان في هذه المفاوضات لن يجني اي ثمار، خاصه ان لا يوجد يعني جهه راضعه للطرفين، لا اقصد ان جهه مراقبه، يوجد جهه مراقبه، ولكن اين هي وسائل الردع؟ يعني او بالمعنى الاوضح، ماذا ستقوم بها او ما ستقوم به الامم المتحده في حال اخل اي طرف من طرفي الصراع اليمني ببنود الاتفاق؟ لا نجد اي قوه رادعه، لا نجد اي موقف دولي، وكانها اداره او استثمار في الصراع ليس الا. ولذلك اعتقد ان هذا الاتفاق يعني محكوم عليه بالفشل، الا اذا استطاعت اي من الطرفين سواء كانت الشرعيه او الحوثيين يعني كسب مزيد من الارض او كسب مزيد من التقدم على ارض الواقع، اقصد هنا الحسم العسكري. فاما هو موقوف هناك في الحديده ب ما هناك خيارين، هناك ولا حد الان هناك خيارين، لكن ليس هناك اي تقدم بموجب هذا الاتفاق، ولكن هناك خيارين، اسمح لي، هناك خيارين يعني لا ثالث لهما، اما الذهاب الى المفاوضات والاستمرار في مسار السويد، وهنا يعلم كل طرف انه لديه تنازلات يجب ان يقدمها حتى يستطيع الدفع بالعمليه السياسيه. وهنا نتساءل، هل بالفعل الطرفين يعني لديهم رغبه حقيقيه داخليه في الوصول الى حل لليمن ام لا؟ لا اعتقد ان يعني اذا قبل او اذا رغب طرف في انهاء الأزمة، أعتقد أن هناك طرف آخر لا يريد، والحل الآخر أو الخيار الآخر هو أن يكون هناك حسم عسكري وأن يتم وضع المجتمع الدولي والقوى الكبرى أمام الأمر الواقع، وأن يكون هناك أن يعني تتفاوض من موقع قوة أو من يعني أرضية صلبة تستطيع فرض شروطك. غير ذلك أعتقد أنه إدارة أو استثمار للحرب. الحكومة الشرعية لستوكهولم أستاذة هند وهو في موضع قوة، وكانت القوات قاب قوسين أو أدنى من النصر في الحديدة، ومع ذلك عادوا إلينا بهذا الاتفاق الذي أسماه الكثير بأنه مخيب. لكن عودة للأستاذ علي البكالي، ربما ضيفتي هنا في الاستوديو طرحت طرح منطقي، وربما قالت مجرد الذهاب للحوار مع الحوثيين هو اعتراف ضمني بالحوثيين، ألا يبدو ذلك منطقيا؟ هذا صحيح، الاعتراف الموافقة مبدئيا على الحوار مع الميليشيا الحوثية هو اعتراف ضمني بوجودها، لكن يعني لم نعد نقف عندها عند مجرد هذه المفردة وهو الاعتراف، لأن الميليشيا الحوثية مسيطرة على جزء من جغرافيا الجمهورية اليمنية، هذا واقع، يعني هي مسيطرة على جزء من جغرافيا وتمارس فيها يعني جرائم في حق الإنسان اليمني. ما يجب النظر إليه هو كيف يمكن الوصول إلى إنهاء لهذه الحرب، سواء بطريقة سياسية، بطريقة المفاوضات، أو بطريقة الحسم العسكري. أنا أوافق ضيفتك الكريمة في أن هناك إشكالية، هذه الإشكالية هي أنه لم تستطع أي جهة حسم المعركة، يعني الشرعية حسمت المعركة بحيث ترغم والميليشيا الحوثية على النزول عند المفاوضات والتسليم، ولا أيضا الحوثيين لديهم قدرة على تحقيق نصر معين، ومن ثم بقاء المعركة يعني بهذا الشكل يعني لا منتصر ولا منهزم، هذا هو الذي يعني يجعلنا نتساءل ما هي الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الأمم المتحدة للضغط باتجاه تحقيق السلام. لا يمكن ان نقول ان يعني ان نسلم بان هناك سلام يمكن ان يتحقق في ظل هذا الوضع، في ظل وجود توازن قوى لا يسمح بتحقيق ناصر معين لطرف على الاخر، وفي ظل ايضا عدم قبول الحوثيين للانسحاب من الحديده سواء من الموانئ او من المدينه. فبالتالي ما هي أدوات الضغط، ما هي أدوات الضبط، ما هي أدوات الردع التي يمكن أن تستخدمها المجتمع الدولي ضد هذه الميليشيا لتنتحب من الحديدة؟ الملاحظ طبعا أن المبعوث الأممي يحاول أن يغطي هذه المسألة، هذا الفراغ يحاول أن يغطيه بالقبول بالالتفاف الحوثي نفسه، أن يسلم الحوثيين لأنفسهم الميناء مع تواجد طفيف لبعض عناصر الأمم المتحدة للإشراف أو للمراقبة، يقبل المبعوث الأممي بهذا الشكل ويسميه إعادة انتشار،
وفي الحقيقه في ظل هذا الوضع نعتقد ان الامور سائره الى الفشل. اتفاق الصقل حكم عليه بالفشل وانتهى، لكن المبعوث الاممي يحاول ان يستثمر كما ذكرت ضيفتك الكريمه في ظل هذا الصراع. الامم المتحده تحاول ان تكون موجوده داخل اليمن، وربما هناك قوى دوليه تدفع ايضا باتجاه ان تظل الامم المتحده او ان تكون. اذا ما الذي يدفع الحكومه الشرعيه للاستمرار في هذا الاتفاق استاذ علي؟ ماذا؟ ما الذي يدفع الحكومة الشرعية للاستمرار في هذا الاتفاق؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود إليه. أستاذة هند، ربما ضيفي طرح أنه تبدو أن هناك أجندات للأمم المتحدة في اليمن مخفية، وربما ما خفي كان أعظم. إن الأمم المتحدة ليس لديها أجندات، ولكنها خاضعة كما ذكرت في البداية لأجندات الدول الغربية والدول الكبرى. فكرة أن القوة الردعة التي تمتلكها الأمم المتحدة في يعني التي تستطيع من خلالها حلحلة الأزمات إذا أرادت، أعتقد أن الأمم المتحدة لديها أدوات كثيرة، منها على سبيل المثال مجلس الأمن. أعتقد أن القضية اليمنية تحديدا هي محظوظة إذ تم اللعب عليها بشكل جيد. بمعنى إيه محظوظة؟ أن الصوت الوحيد الذي يمكن أن يقف في وجه الحكومة الشرعية الآن داخل مجلس الأمن هو روسيا، ولكن روسيا يعني انقلبت على الحوثيين بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. وبالتالي إذا تم الإعداد الجيد لمشروع قوي داخل مجلس الأمن يلزم الحوثيين ويلزم أيضا الطرف الآخر بوقف الحرب والتفاوض ووضع ملامح لهذا التفاوض، وإلا سيتم التدخل العسكري من خلال مجلس الأمن داخل اليمن. أعتقد أن هذا يمكن أن يدفع الحوثيين للتفاوض و وضع أو تشكيل لجنة مشتركة ما بين الطرفين لحل الأزمة والبدء في مرحلة انتقالية حقيقية ووقف الحرب. ولكن أصلاً فكرة التحالف العربي أستاذ هند نعم. وأتى إلى اليمن، وتحت اليمن كان تحت البند السابع، وبذلك هو دخل هذه الحرب وبدعوة. ولكن فكرة يعني نعلم أن التحالف العربي، يعني أنت ترى أن التحالف العربي هو تدخل أو تم دخوله من خلال يعني بند شرعي وهو مطالبة الحكومة الشرعية، ولكن البعض الآخر ضد التحالف في اليمن ومنهم قوى غربية. ولذلك أقول أن الدول الغربية هي من ورطت أصلا السعودية أو التحالف في الدخول في اليمن، هي من أرادت لإيران أن تدخل سوريا لتدخل السعودية اليمن لتضغط على السعودية. وبالتالي أدوات أو خيوط اللعبة كلها في يد القوى الغربية، هم يريدون إجراء مزيد من الصفقات، ولكن السعودية تستطيع من خلال الضغط الاقتصادي بين قوسين وهو ضغط هام ووقف عمليات التسليح من الدول الغربية، تستطيع الضغط على الدول الغربية لحل الأزمة اليمنية، خاصة أن هناك تطور خطير. يعني اليوم تم استهداف مطار أبها وسقط عدد كبير من المدنيين، ومن قبل تم استهداف ناقلات نفط في الفجيرة ومضخات النفط في السعودية. اللافت والمحزن في نفس الوقت أنه لن يتم استهداف هذه البقاع من أجل اليمنيين أنفسهم، ولكن من أجل الصراع أو التصعيد بين الولايات المتحدة وبين إيران. هذا الأمر أعتقد أنه يجعل اليمن أو يدخل اليمن في دائرة أخرى، هي دائرة يعني التصعيد بين الولايات المتحدة وبين إيران، وشكل التصعيد في المرحلة القادمة والمستقبل. بمعنى أن اليمن سيظل مرهون بمستقبل العلاقات الإماراتية السعودية الإماراتية مع الولايات المتحدة من جانب، وشكل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة من جانب. يعني ربما يفشل أو تفشل اليابان وسلطنة عمان في إيجاد صيغة توافقية لتجديد الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وبين إيران، هذا سيدفع لإيران للضغط على الولايات المتحدة من خلال يعني أدواتها داخل منطقة الشرق الأوسط. والأداة الأبرز حتى الآن التي تم استخدامها في هذا التصعيد هي أداة الحوثيين. ربما أستاذ هند، اليمن ليس منذ اللحظة وليد الصراعات وما يدور فيه، منذ اللحظة ما إيران أقدمت أصلا على إنشاء هذه الجماعة في اليمن من أجل مصالح خاصة بإيران وزرعها بالقرب من المملكة العربية السعودية من أجل صراعات إقليمية بعيدا عن اليمنيين، واليمنيون هم من يدفع الثمن في ذلك. لكن دعيني أعود فقط إلى ضيفي الأستاذ علي البكالي والذي كنا قد فقدنا الاتصال به. سألتك قبل أن نفقد الاتصال أستاذ علي، لماذا الحكومة الشرعية مصرة على المضي في هذا الاتفاق المشؤوم، اتفاق ستوكهولم؟ الحكومة الشرعية هي لا تملك قرارها في الحقيقة، وإن كان هذا التصريح صعب يعني إلى حد ما. كما ذكر ضيفتك الكريمة، المشكلة في اليمن ليست محلية، الأدوات الصراع محلية، لكن
موجهات الصراع ليست محلية، موجهات الصراع مرهونة بقوى خارجية إقليمية ودولية، هذه القوى لها مصالح معينة سواء في الخليج أو في اليمن، وتريد الحصول عليها من خلال الحرب الأهلية في اليمن ومن خلال وجود هذه الميليشيا الحوثية التي اقتطفت السلطة وتحاول السيطرة على مؤسسات الدولة وعلى جزء من جغرافية اليمن بهذه الطريقة. في حقيقة الأمر لدى الحكومة الشرعية بعض المشكلات الرئيسية، وأنا هنا لا أتفق مع ضيفتك الكريمة في مسألة التدخل الدولي. مسألة التدخل الدولي ستفتح معركة أخرى في اليمن، سيكون لدينا تدخل إقليمي ودولي، وهذا سيفتح معركة أخرى مع جماعات أخرى داخل اليمن وستتمزق اليمن بهذه الطريقة. لكن هناك إشكالية حقيقية، وهي أن الحكومة الشرعية أدواتها مصفقة. هي لو استطاعت الحكومة الشرعية بالتنسيق مع التحالف وسمح لها أن تلملم أدواتها، الجيش والأمن والمناطق المحررة والوحدات العسكرية القتالية في المناطق المحررة، وانتهت الصراعات الداخلية سواء كانت سياسية بين القوى السياسية التي تنضوي تحت مظلة السلطة الشرعية أو الجماعات المسلحة والسفينات العسكرية الموجودة في مناطق الوسط والجنوب المناطق المحررة، لو استطاعت الحكومة الشرعية أن تجمع هذه تحت مظلة واحدة وقيادة واحدة وهدف واحد سينتهي الحوثي بشكل سريع. لكن وهذه إحدى الأدوات التي يجب أن تستخدمها السلطة الشرعية والحكومة الشرعية واستخدمها التحالف العربي. لسنا بحاجة إلى تدخل دولي آخر، لا روسي ولا غير روسي. يعني وإن كانت روسيا لها بعض المصالح التي ستنظر لها من خلال المشكلة اليمنية، ولم يعد اليمن ولا اليمنيون قادرون على ربما احتمال المزيد من التدخلات العسكرية. وكيل وزارة الثقافة الأستاذ علي البكالي، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للأستاذة هند الضاوية الصحفية في جريدة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة.